تهدم زواجك وعلاقتك بالعائلة كلها على مود نزوة عابرة؟ أنت ما تعرفين شي سوسن. صح البارحة جيت العصر بس كل شي واضح قدامي. أنت ما تشوف زينة شقد تتعذب؟ تعرف شنو يعني مرة ما تقدر تخلف؟ وهي تتمنى تعيش هذا الإحساس، إحساسها بالحمل. شنو يعني طفل؟ شنو يعني عندها أمومة؟ شنو جنين؟ خالد صعب تشوف وحدة ثانية شايلة ابنها ببطنها. اللي تقوله سوسن صحيح، هذا يفسر تصرفات زينة الغريبة، صبغ شعرها، ملابس الحمل اللي تشتريها. فوق كل هذا غيرتها من نيفين. أنت دا تلوميني ماما؟ ليش مو أنت السبب؟ لا ماما لا، أنا ما دا لومك، بس ما توقعت أنت تنعجب بنيفين وتنجرف ورا عاطفتك. الحل الوحيد تترك نيفين نهائيا، وساعتها راح تكتشف هي كانت نزوة. صدقني خالد وترجع علاقتك طبيعية بزينة. اسمع مني واترك نيفين. خلوني أنا أحكي ويا نيفين. لا ماما أنا أحكي وياها. مرة صدقكم نيفين أني بعرف نحن لازم نبعد عن بعض. باكر ترجعين شعرك مثل ما كان. دلت.